مرحبا بكم. أثبتت الإحصائيات أن أقرب صديق للإنسان من الحيوانات هم الكلاب، وليس هذا فقط، ولكن الأطفال أيضا يحبون الكلاب كثيرا. وتقول الأبحاث أن الكلب إذا حصل على حياة خالية من الصعوبات ولم يتعرض للأذى من الإنسان ينمو بشكل طبيعي ومحب للإنسان، وكذلك يساعده حتى في أصعب الظروف. جمعنا لكم في هذا الفيديو أناسا أنقذتهم الكلاب. وقبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. دوك. تبنى زوجان كلبا قبل 6 سنوات اسمه دوك، ولم يكونوا يعرفون أن الكلب سيساعدهم كثيرا في المستقبل. فطفل هذه العائلة الذي يبلغ من العمر 9 أشهر انقطع نفسه ذات ليلة. كان الكلب يعرف أن هناك شيئا خطأ حدث للطفل، ولا نعرف كيف يعرف الكلب هذا. وعندما لاحظت جينا تصرف الكلب بشكل غريب حاولت أن تفهم ماذا يحدث. كان هذا سببا في أن تذهب لفحص طفلتها، واستطاعت السيطرة على الموقف. وهي حتى الآن لا تفهم كيف يحدث هذا، كيف يفهم الكلب أن هناك شيئا سيئا حدث للطفلة. وعلى الفور اتصلوا برجال الإسعاف واستطاعوا إعادة تنفس الطفلة طبيعيا. كما تأثرت العائلة كثيرا بما فعله الكلب. فماذا كان سيحدث للطفلة لو لم يتصرف الكلب هكذا؟ أوستين فورمان هو طفل يعيش في كندا محظوظ جدا، فلديه كلب مخلص للغاية. كان المنزل في منطقة جبلية خطيرة، والعائلة لم تكن تعرف أن الطفل يلعب في الحديقة الخلفية للمنزل، وكان على وشك أن يهجم عليه حيوان خطير، ولكن أسرع الكلب وأنقذ الطفل. وعلقت الأم قائلة أنها سعيدة ومتفاجئة في الوقت ذاته مما فعله هذا الكلب. المسبح. ماذا يحدث لو سقط طفل في المسبح؟ هل تشعرون بالفضول حول ما سيحدث؟ الكلاب حيوانات ذكية ووفية في الوقت ذاته. قامت عائلة باختبار الكلب وكانت النتيجة مدهشة. نزل الكلب إلى المسبح لينقذ الطفل كالبطل. انتشر هذا الفيديو على الإنترنت وشاركه الكثير من الناس. الغرق. وفي فيديو آخر كلب يحاول إنقاذ حياة الطفل بقدر المستطاع بينما وقف الناس يشاهدون المنظر في دهشة. لايكا. كلبة حقا تستحق التقدير. فالكلبة العسكرية لايكا تلقت 4 طلقات ولكنها لم تتأثر. حاولت إنقاذ العسكري الذي كان معها ونجحت في ذلك، وبعد عملية جراحية استمرت 7 ساعات عادت الكلبة لحياتها وحصلت على ميدالية. الأمواج. فيديو آخر يظهر نية الكلاب الطيبة. كانت الطفلة تلعب على الشاطئ حين غطتها الموجة. لم يكن الأمر خطير، ولكن الكلب قلق على الفتاة فسحبها بعيدا كي لا تتأذى. أعتقد أن الفتاة محظوظة لحصولها على صديق مثل هذا. لاحظ الخبراء تطور الكلاب أثناء فترات التدريب والاختبارات، ونتيجة الاختبارات أن الكلاب على مر العصور كانت أقرب صديق للإنسان، وأنه دون شرح يفهم ويعبر عن حبه. إنه أسهل في الترويض والتعليم، ولهذا السبب فالأطفال يحبون الكلاب كثيرا. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.